فيلم ولاد العم في نسخته الجديدة. يقطع الدخان وسنينه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يا رب. يا رب بارك لي في العيادة يا رب. بابا 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 شفت الرسمة دي؟ حلو قوي يا حبيبي. ده بحر ده ولا ايه؟ تعبيد يا بابا ولا ايه؟ شيكو عايزك تكلم جوه. طب يا ايمن يا حبيبي خد اخوك وخش اوضتكوا عشان هتكلم مع امكوا في حاجه. يلا يلا يلا. اوعى تدوس على اخوك. خير يا سلوى على الصبح؟ انا مش سلوى، انا ظابطه في الموساد الاسرائيلي. انت السيجاره هبت عليكي ولا ايه؟ انت فاكرني بهزر؟ انا اسمي ليمور دانيال، يهوديه اسرائيليه. طب شالوم يا ست ليمور. برضه فاكرني بهر. انا كل ده كنت مخبيه عنك الحقيقه. اظن هتخدرينا انا والعيال وتاخدينا في مركب وتودينا تل ابيب. احنا اوريدي في تل ابيب. الو. ها هشام، بقول لك ايه، في مصيبه. امرني. بيقول لك شيكو عم مراته طلعت ظابط في الموساد الاسرائيلي وخطفته هو والعيال وطلعت على اسرائيل. ايه الفتي ده؟ شيكو من 5 دقايق كان على الفيسبوك والاستيتس بتاعه كان اونلاين عادي. مين اللي قال لك الكلام ده؟ يا عم ده انا لسه سامعها حالا بوداني في برنامج تامر امين. ثانيه واحده فهم. انت بتتفرج على تامر امين؟ لا ده انا كنت فهمي انت كنت بتتفرج على تامر. لا والمصحف يا ابني اسمعني بس، ده انا كنت بتفرج على توفيق عكاشة. إيه ومره اقطع إيه معايا. استنى بس يا هشام، احنا في مصيبه اكبر. شيكو في اسرائيل؟ يا عيني يا شيكو، يا ترى بيعملوا فيك ايه دلوقتي في اسرائيل؟ ما تعذبنيش، انا هعترف بكل حاجه. طب انا اسف. انا لا ده لا ده لا ده لا ده لا يا ريس والنبي يا لهوي يا والنبي يا باشا والنبي هعترف يا باشا هعترف خلاص. ايه ده؟ لا 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 يا ولاد البلد. هقول كل حاجه. لا سامع يا حاج احمد، فاهم يا احنا التلاته مفيش فيلم. ماشي يا حاج احمد، سلام. هشام. فاهم عملت ايه؟ مفيش يا عم، كلمت محمد حسن رمزي واسعاد يونس واحمد السوكي وكل منتجين مصر، كله بيقول لك نفس الكلام، يا احنا التلاته في الفيلم يا مفيش فيلم. طب قلت لهم موضوع ان احنا ننطر شيكو ونقسم فلوس علينا احنا الاثنين؟ معرفش يا هشام، الكلام ده مش ما ينفعش في التليفون. يا تجيلي يا اجيلك. انت فين دلوقتي؟ انا هنا يا عم جنبك على الكنبه. وسيبني اكلمك في التليفون يا هشام. تليفونات كتير. طب هنعمل ايه؟ هنقوم نجيب شيكو من اسرائيل. روح حضر الشنط. يا ماما انا مش عارف هلحق اجيب لك الحاجات دي كلها امتى بس. يا حماده اسمع الكلام ده، بيقولوا اسرائيل دي رخيصه فشخ. بص يا اخي، عايزه 5 علب قنبوط اناناس ونص كيلو لب ابيض. ده جيبهولك من المقله اللي ورا الجدار العازل؟ من ورا حائط المبكى. جميل حلو. ماشي يا ماما. عايزه حاجه تانية يا ماما عشان انا بحضر الشنطه بس. لا يا مادة، المهم انتوا جايين امتى؟ جايين بعد بكره ان شاء الله يا ماما لو ما طبطش علينا. يلا بقى محمد رسول الله يا ماما، اقفلي بقى. باي باي. بقولك ايه، اوعى تكون نسيت مضارب الراكت. جبتهم طبعا. بقول لك ايه، في بحر هناك ابن حرام قالوا لي. بص بقى فهم. دلوقتي انا اتفرجت على كل افلام الفنانه ناديه الجندي والحمد لله بفضل الله انا بتكلم عبري دلوقتي. لا راجل. والله. طب ما ترسيني بقى عشان ما يبقاش منظري وحش انا هناك. ماشي يا عم. العبري ده كله يتلخص في 3 حاجات ما لهمش رابع. ايه بقى؟ اول حاجه تقول شالوم كتير حتى لو ملهاش لازمه في الجمله. يعني اقول شالوم واول ما اخش اتكلم عربي عادي زي الافلام. بالظبط. تاني حاجه في اخر كل جمله تقول يا حبيبي، يعني لو عايز تقول صباح الخير هتقول ايه؟ صباح الخير حبيبي. بالظبط. تالت حاجه بقى وهي اهم حاجه، لازم تخنف وانت بتتكلم. يعني لو هتقول لواحد صباح الخير يا حبيبي هتقولها له ازاي؟ صباح الخير حبيبي. انت اسرع واحد اتعلمتها يا ابني.
مدوان كام يا بابا؟ 300 شيكل يا حبيبي. اه الاوتوبيس اتاخر قوي، امك هتشلحنا. خالتي بتسلم عليك. الله يسلمك. ابو تن بقول لك خالتي بتسلم عليك. الله يسلمها يا حبيبي، انا اعرف خالتك منين؟ بابا هم مش دول اصحابك الغلسين اللي بيمثلوا معاك؟ لا يا حبيبي، لو تفتكر التانيين ما كانش عندهم ضفاير. انتوا بتنايلوا ايه هنا؟ انت اللي بتنايل ايه هنا؟ احنا مش عندنا تصوير في مصر وانت مفروضك. بس نتقابل في البيت عندي كمان نص ساعه. الاوتوبيس ده هرم. قالوا بلدك فين يا جحا؟ قال اللي مراتي فيها. انت مجنون يا شيكو، اسرائيل ايه يا ابني اللي عايز تعيش فيه؟ يا ابني اسرائيل دي بلد جامده فشخ. مبدئيا الكافيهات هنا كلها ما فيهاش مينيمم سهر وخروج. اه والله العظيم. انت مثلا يا فندم قعدت قد ايه لغايه ما خدت اعفه التجنيد؟ لا انا اصلا هربان من التجنيد. شفت؟ هنا بقى عندنا تحب تدخل الجيش. ليه؟ لان كله نسوان اساسا. واو شيكو، انا مش هقول لك ارجع معانا مصر، انا هقول لك حاجه واحده، الحمام بتاع فرحات. عشان انت ما جربتش الحخام ملك الحمام عناصر هنا فظيع. جيلاتي عزه. جيلاتي عزره. شاورما ابو مازن السوري. شاورما ابو شمعون الصهيوني. بيعمل الشاورما في العيش الصهيوني دي تحفه. شالوم. شالومين. اصدقائي من الكنيسة. اهلين. كوبايه ميه واحده لينا احنا الثلاثه حبيبتي. هتشرب ولا تبحلق حبيبي؟ لا هبحلق. كنت هعمل لكم عشاء بس عارفه ان ليكم فندق تتعشوا فيه. شالوم. شالومين حبيبي. شيكو انا هسمعك اغنيه هتخليك تتحايل عليا ترجع مصر. حلوة بلاد السمرة، بلاد الحرة، بلاد السمرة، بلاد حلوة، بلاد السمرة، بلاد الحرة، السمرة، بلاد. ايه في الاغنية دي يا هشام؟ انا مش راجع مصر. ايه يا شيخ؟ هترجع مصر؟ جت امك من راجع. طب وبعدين يا شيخ؟ احنا دلوقتي عندنا تصوير وعندنا الجزء الثاني من سمير وشهير وبهير، هنا هنقعد نعمل ايه؟ انا اقول لكم نعمل ايه.